لكن فايلر النهارده كان بيعلن عن قائمه الاهلي لمواجهه الجونه. النهارده السويسري ريني فايلر المدير الفني للاهلي اعلن القائمه، قائمه الفريق لبكره المقرر ليها ان شاء الله في اطار منافسات الدوري الممتاز. نقول لحضراتكم كده التشكيل: المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، للدفاع رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، محمود وحيد، احمد فتحي، محمد شكري، لخط الوسط حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، جيرالدو، وعربي بدر، ومحمد فخري. الاثنين دول من الناشئين. الهجوم مروان محسن، جونيور اجاييه، واليو باجي. طبعا القائمه فيها يمكن ثلاث لعيبه من فريق الشباب هيكونوا موجودين بكره ان شاء الله في مباراه النادي الاهلي. وزي ما قلنا الاهلي دايما ان شاء الله ولاد، وان الجهود الكبيره اللي بيبذلها مجلس الاداره في قطاع الناشئين، وشفنا قد ايه التطور اللي بيحصل، ان شاء الله ده هنجني ثماره قريب. احنا بنتكلم على ثلاث لعيبه النهارده عندنا العربي بدر، لعيب مميز جدا في خط النص، وعندنا محمد شكري، وعندنا كمان محمد فخري، ثلاث لعيبه كويسه جدا، محتاجين طبعا لسه الخبرات ومحتاجين يخشوا، لكن عندهم المهارات، عندهم الامكانيات ان هم يمثلوا النادي الاهلي، وخاصه العربي بدر. العربي بدر بقاله فتره متواجد مع الفريق الاول وقائمه الفريق الاول. طبعا النواحي الفنيه وامتى، وده مهم جدا، لازم الناس تفهم امتى كمان نزق بلغه الكوره، نزق اللعيب في المباريات الرسميه، وخاصه يكون لعيب صغير. ده توقيت بيكون توقيت محسوب جدا، المدير الفني بيشوف ايه التوقيت المناسب للدفع به لعيب قطاع الناشئين او لعيب لسه صغير في السن، لان دي بتبقى يعني بيبقى فيها اتزان شويه، هل المباراه تسمح، هل التوقيت يسمح، هل النتيجه تسمح، كل دوت انه يدفع باللاعب ولا لا، انه يدخل لعيب. فطبعا لكن وجود ثلاث لعيبه من قطاع الناشئين موجودين في القائمه، اعتقد ده بيدل ان شاء الله في الفتره اللي جايه هنشوف ولادنا بيلعبوا في الفريق الاول ان شاء الله، بنشوف كمان ثمار تطور قطاع الناشئين ان شاء الله في النادي الاهلي، ونشوف اكتر من لاعب يمثل النادي الاهلي. بص يا كابتن، طول ما النادي الاهلي موجود المستقبل موجود ان شاء الله، والمستقبل يعني المارد الاحمر او النادي الاهلي عنده ولاد كتير قوي علشان يقدمهم لبكره، فده ان شاء الله احنا مش قلقانين منه.